غدوية تصير، وخاصة يوم الجمعة الخميس العطال. النوعيات المرغوبة بالمزقوق والله السمتي داقوق أحسن كشي، أو أحسن من الشبو صاير. أحسن من الشبو؟ والله بالشوي أحسن. ليش؟ أول شيء طيب، وشوية دهين شوية، الشبو تطلع ناشف هاي. أحسن كل ما نستعمل العالم الطيب. تخلي له بهارات، لأن شفتوك خليت طماطم وملح بس. أول شيء ملح وطماطم، شوية تحمر الطماطم. يعني النار بلا طماطم طول ساعتين، بالطماطم طول 3/4 ساعة، ساعة ساعة وربع. الأسعار ماذا؟ والله الأسعار شوية غالية. معدل؟ والله بثمانية إلا ربع جملة. ثمانية إلا ربع؟ إيه والله. الطيب. زين، أنتم بيش تبيعوها كامل باعتبار مشوية؟ أول شيء بعشرة. بعشرة؟ بعشرة. أحسن أنواع السمك السمتي؟ داقوق. ليش؟ لأن دهيم، تسمى التربية دهيم. هاي مال الأحواض ما؟ إيه مال الأحواض. هي كل أحواض، بس ليش الداقوق يعني يختلف؟ الداقوق نوعية تختلف عن الشط. الماي له العلف؟ لا طبعاً العلف الماي. العلف؟ إيه. لو داقوق؟ الشط. زين، النهر أطيب صراحة له مال الأحواض؟ لا مال الأحواض أطيب. بالمزقوق؟ بالمزقوق. اللحم خلوا لها ملح وبعض الامور، ملح وطماطه وتستوي، بعدين خلي يريد بهارات خلي له، ما يريد بهارات ما خلي له، حسب الطلب. حسب الطلب. ايه شو نقبل عليكم؟ والله عيد الحمد لله ماشي. اكثر نوعيه تعجبك شنو هي؟ الجري. الجري ليش؟ والله طيب، انه هبر كله ما بي ابر، وهاي للاطفال همينه. زين، الاغلبيه يختار الجري على مود الاطفال. اي نعم، على مود الاطفال. ما بي عظم؟ ما بي؟ لا لا ما بي عظم، يعني هبر صافي. زين، المزقوق ايش رايك به؟ همن طيب، هم من بعد احسن من المجرب، بس على مود الاطفال احنا ناخذ هذا الجرب.